نتعرف ليش بصير بجسم فقر دم وامتى بيوصل لهيدي الحاله؟ اكيد اسئله كثيره الكل بيتساءل عنها، ورح نطرحها مع الدكتور بهجت عكروش اخصائي في طب الحوادث والاسعاف. سعد صباحك دكتور. سعد صباحكم، اهلا وسهلا فيك. سعد صباحك دكتور، صباح الخير ورمضان كريم ان شاء الله. بنلاقي كثير من الاشخاص بيعانوا من فقر الدم ولكن بتمتعوا بوزن فينا نقول صحي، خلينا نتعرف أكثر على أسباب الإصابة بفقر الدم. طبعا بداية نتمنى الشفاء والصحة للجميع. فقر الدم ليس له علاقة بالوزن. فقر الدم هو له علاقة بالخضاب، بتركيبة الدم. وبالتالي هذا الخضاب يمكن أن يزيد أو يمكن أن ينقص إلى أسباب كثيرة. ممكن منه بالعوز القادم من الخارج من التغذية، وممكن يكون في خلل إمراضي بالجسم بمصنع الكريات الحمر، ممكن يكون في خلل بتصنيع الكريات، يعني يكون في خلل أو تشويه أو تشوه بالكرية الحمراء نفسها. الكرية الحمراء فيها أكثر من مكون، منها الخضاب اللي أكثر شيء الناس بتشوف إنه خضابي نازل أو عندي فقر دم، لكن فقر الدم هو أكثر من حالة. ممكن يكون نقص بالكريات الحمر، ممكن يكون نقص بالخضاب نفسه، ممكن يكون في تشوه بالكريات الفاعلة بالبلازما إلى آخره. فبالتالي هو ليس له علاقة بالوزن. أحيانا ممكن نشوف واحد وزنه كتير كبير وأكثر من العادي وتلاقي عنده فقر دم، فهو ليس له علاقة بالوزن مباشرة. دكتور، يمكن أيضا في عالم بتقلك أنه نحن بناكل كثير وليش صابنا فقر دم؟ هل علاقة نوع الغذاء أو طبيعة الغذاء تتعلق بهذا الشيء؟ يعني بتلاحظ كثير أشخاص بيقولك نحن عم نتغذى بناكل ولكن هذا الغذاء يمكن هو ما بيفيد كريات الدم، يمكن في كثير ناس بتاكل معجنات بطاطا هدول القصص. يعني خلينا نحكي عن نوع الأغذية. كمان هون في عندنا أكثر من موضوع فينا نحكي فيه. هلا بداية حالة الفقر الدم بسبب الغذاء أو بطبيعة الغذاء هو وارد جدا. يعني في عندنا مثل ما تفضلتي قبل شوي، إذا نحن عم ناخذ نوع من الغذاء اللي معتمد على نوع معين، يعني أنا كثير باتجاه السكريات والمعجنات وإلى آخره، صحيح، هذا ما في عندك أي شيء يمكن أن يقوي البروتين وبالتالي أو يقوي الخضاب أو الكريات الحمراء. الشيء الآخر والأهم اللي أنا بحب لازم نحن ننتبه له، دائما نحن للأسف بيصير في معالجة الظاهر وليس معالجة المشكلة. صحيح. يعني أنا خضاب الدم ممكن يكون بسبب نقص الغذاء، وارد جدا، لكن ممكن يكون في عندي في إشكالية إمراضية، يعني في حالة مرضية موجودة بالجسم ما عم بيصير في تصنيع للكريات الحمر، أو ما عم بيصير في امتصاص للغذاء. يعني ممكن يكون في عندي نقص امتصاص بالجسم بالامعاء بالمعده، وبالتالي ما بصير في امتصاص للمواد الغذائيه، انا عم اتغذى حتى عم باخذ بروتينات والى اخره عم اتغذى، لكن ما عم يصير في عندي حاله امتصاص، وبالتالي ما عم يصير في تمثيل لهي الحاله، وبالتالي لا وجود الخضاب او حصول مشان يعني تقويه الدم بشكل عام. ممكن يكون في عندك تشوه نفسه، يعني مثل ما حكينا بتصنيع المواد اللي بتتكون من الكرية الحمراء، وبالتالي أيضا تؤدي إلى فقر دم. إذا أنا اللي بدي أقوله دائما لما أي مريض بيروح، طبعا هذا دور الطبيب وليس دور المريض، المريض بيروح بيحس أنه أنا لسبب أو لآخر في عندي مشكلة، لكن الطبيب يجب أن يتوجه ليس فقط لحالة الحالة فقر الدم المباشر، وبالتالي معظم الناس هي حديد انتهى الموت. ممكن يكون عندي أنا فقر الدم الحديد فيه صح، لكن في عندي نقص بالخضاب بالكريات الحمراء بالعدد بعدد الكريات الحمراء، أو تشوه، أو ما في امتصاص، أو في عدم تصنيع للكريات الحمراء بالجسم. وبالتالي يجب أن أفتش عن السبب الذي أدى إلى فقر الدم. وتكون كل الأمور الثانية عندي سليمة، إذا أبحث عن موضوع الغذاء وكيفية وتعديل الغذاء. إضافة يتحمل المريض جزء مهم جدا في موضوع التوازن في الغذاء ونوعية الغذاء، ويجب أن يعي تماما أن الغذاء ليس بكثرة الطعام وإنما بنوعية الطعام. صحيح. اللي ممكن يتناول. صحيح.
دكتور خلينا نحكي اكثر بشكل مفصل عن موضوع التشخيص. حضرتك قلت انه في عده اسباب لموضوع فقر الدم، كيف ممكن شو التحاليل المطلوبه؟ كيف ممكن المريض يعرف انه انا معي فقر دم لهذا السبب؟ هلا المريض عليه يشعر بالحاله، ليس مطلوب منه هو يشخص الحاله. أنا كنت بقصد دكتور إنه الطبيب حضرتك يعني في شيء شائع للأسف، أغلب الأطباء مثل ما قلت حضرتك بيعطوا دواء لزيادة مخازن الحديد، هذا هو السبب. لا شك نعالج المنشأ. أنا كيف ممكن شيء مثلا ممكن أنا يطلب مني تحاليل معين أو يعطيني دواء لعزز الحديد؟ تماما. هلا اللي بتنطلق من الطبيب نفسه لما يشخص بيجي المريض لعنده يعطيه اعراض هذا النقص او شو عم يصير معه، يتوجه الطبيب باتجاه انه هن معه فقر دم. هلا فقر الدم هون بصفي دور الطبيب، انا بشو شاكك؟ يعني انا لازم احط تشخيص اولي للحاله انه في عندي من ضمن التشخيص فقر دم. هذا الفقر الدم من خلال قراءته ومن خلال تشخيصه ومن خلال سماع قصة المريض بيستطيع انه يحدد يا هل ترى الاشكالية وين. طيب انت عم تتغذى ايه؟ انا باكل. شو بتاكل؟ باكل 1 2 3. اذا في عندي مخزون غذائي عم يجي جيد. اذا ما عم يصير في تمثيل غذائي بالجسم. طيب المشكلة وين؟ اذا ممكن يكون في عندي مشكلة بالامعاء او مشكلة بالمعدة، وبالتالي ما عم يصير في امتصاص لهي المادة بشكل خاص. يا هل ترى في تحسس على هي القصة او لا؟ اذا موضوع التحاليل تتبع الى تشخيص الطبيب وكيف يرى السبب الاساسي لهذا النقص. ممكن انا بروح باتجاه تحليل دم الطبيعي جدا، هو تحليل الخضاب والهيماتوكريت اللي هو تعداد الدم الطبيعي. ممكن احنا ناخذها تعطينا مؤشر قديش في عندنا. وطبعا من ضمن الصيغه الاهم من موضوع النقص بالرقم، يعني في ناس بتاخذ انه انا ليك خضابي كامل 4 مليون، يعني 4 مليون او 5 مليون احيانا المدخنين بيطلع خضابه عالي ايضا يعني. فلذلك لازم ننتبه على الصيغه تبعها، في صيغه هي اللي بتحدد. طبعا هي الطبيب اللي بيحددها مو المريض. بتحدد لنا يا هل ترى هو بنقص الكريات، هو بتشوه الكريات، هو بسبب اخر. فبالتالي الطبيب هو الذي يحدد التحليل. يا هل ترى انا بس بدي اعمل تحليل خضاب وهو اساسي وهيماتوكريت تعداد عام، ولا كمان بدي انا اعمل تحليل لشوف في عنده سوء امتصاص او لا، او في تصنيع او لا. يا هل ترى موضوع البلازما الصفيحات الى اخره، كلها هي حاله متكامله. لا يمكن نقول انه في هذا التحليل فقط هو المطلوب، وانما بناء على تشخيص الطبيب وما يعني وبحثه عن السبب الاساسي لهذا النقص. نعم. يعني ايضا دكتور دائما يعني الادويه اللي بيوصفها الطبيب هي بتكون فعاله وهي بتكون للحاله اللي بتخص المريض، ولكن دائما الطبيب بينصح بالاغذيه الطبيعيه. نعم. مثل تناول البروتينات مع العدس وايضا الفول والبقوليات في حال ما في كولون عصبي. قديش يعني قديش هيك مهم ايضا العنايه بالغذاء بالإضافة للدواء، يمكن لسرعة خلينا نقول الاستجابة الجسم والعلاج، يعني ما نعتمد بس على الحب. لا شك الدواء هو المرحلة الأخيرة. نعم. المرحلة العلاجية الأخيرة أنه نحن نعطي دواء صنعي كيماوي لحتى نعزز الحالة اللي نحن بدنا إياها. نعم. لكن يبقى الأساس مثل ما تفضلت هي التغذية. نعم. التغذية الطبيعية. هلأ كثير في ناس تشتكي أنه أنا عندي إدرة أو ما عندي إدرة، وخاصة البروتينات. البروتينات اكثر شيء موجوده في اللحوم الحمراء، اكثر شيء هي موجوده هنيك، وبالتالي انا بقول لك انا ماني قادر اشتري لحمه. دائما لازم نبحث عن البدائل، والبدائل في الطبيعه كثيره. صحيح. وكثيره جدا. يعني على مستوى بتحكوا على فقر الدم، في بعض المواد الموجوده في الارض يعني قدامنا موجوده، وهي بأرقام تعتبر رخيصة جدا نسبة لغيرها. مثل ما تفضلتي العدس، العدس هو من أهم المخازن، من أهم المخازن اللي بتقوي فقر الدم. نعم. بتقوي الدم عفوا، مو بتفوق تقوي الفقر، وإنما تعالج فقر الدم. في عندنا الرمان،
الرمان هو كمان حالة مهمة جدا في تقوية الدم وبالتقوية الخضاب. نعم. في عنا الشمندر الأحمر السكري. هذا كمان هو مليء، يعني هدول هالثلاث، يعني إضافة طبعا للبقوليات، إضافة للبيض، إضافة لكل المواد البروتينية، لكن هدول الشغلات البسيطة الثلاثة اللي عددتهم موجودين بشكل كتير بسيط. وهدول يعني أنا شخصيا أي مريض بشوفه أنصح، أول ما أنصح قبل ما أنصح بالدواء وقبل ما أنصح بالغذاء العادي لنتناولوا هذه الحدث، يعني شوربة العدس اليومية يمكن تناولها بشكل يومي، ممكن نحن نعمل كمية ونحطها بالبراد ونصير كل يوم نأخذ كمية معينة، هي مخزون مهم جدا في تقوية الدم وتقوية الخضاب وتقوية الكريات. لذلك ما دائما ندور على الشغلات الكبيرة ونقول نحن مو قادرين نعملها. التغذية، الغذاء، الطبيعة مليئة بالمواد صحيح. اللي ممكن تعطينا البدائل وبدون أي تكلفة كبيرة. هذا الأساس. بيجي الدواء، الدواء هو يفترض أن يكون المرحلة الأخيرة، إنه نحن ما لازم نعود الجسم على أن يكون يأتيه جاهز. يعني أنت لما بتكوني قاعدة بالبيت وكل يوم حدا بيقدم لك كاسة المي، بعد شوي بتعودتي، بعد شوي يمكن تكون الكاسة بعيدة عندك متر وشوي، بدك مين يجي يجيب لك إياها وأنت قادرة تمدي إيدك تجيبيها. فالجسم لما يتعود على أنه دائما بنقدم له، في كتير ناس بيعملوها أنه بياخدوا فيتامينات وبياخدوا ما بعرف شو، هذا الكلام خاطئ. نحن ما لازم ناخذ الا لما نكون نحن فعلا بحاجه لهذه الماده او لهذا الدواء، حتى لا يتعود الجسم على ان ياخذه بشكل طبيعي ويحفز الجسم على ان يصنع النقص اللي موجود فيه. نعم دكتور، خلينا نحكي عن مده العلاج. في اشخاص بيضلوا لسنوات بيضلوا مواظبين على موضوع الادويه، برايك قديش هذا الشيء صحيح او مو صحيح؟ هو نسبيا. هلا في عندك امراض هي تحتاج ان يكون العلاج دائم، مريض السكري، مريض الضغط الى اخره، مريض الكلى، في حالات معينه تحتاج الى زمن يعني حتى نهايه العمر صحيح. لكن في حالات يعني قبل شوي حكيناها، يجي في ناس بيقول لك اخي انا دائما باخذ فيتامينات، هذا الحكي خاطئ بالمطلق، خاطئ بالمطلق. ما في شيء اسمه انا داغي اخذ دائما، كلنا بنخطا وانا منهم يعني. يعني للاسف انه نحن بتصفي عاده انه يلا معلش بتنشطني، مين قال هالحكي يا جماعه؟ يمكن دكتور بيقطعوا العلاج بيرجعوا لحرص ست شهور، يعني اجتهادات شخصيه عم بتكون. هي كارثه الكوارث. هي موضوع ان يقوم الشخص هو بتحديد الحالة ومتى وكيف وشراء الدواء، يعني بيروح بيشتري الدواء وجارته كانت عم تاخذ هذا الدواء واستفادت عليه وابن عمه نفس القصة وسمع انه قالوا، يعني هذا كلام للأسف صح. كلام عام موجود للأسف كتير. نسمعه كتير. هذا طبعا هو خاطئ بالمطلق. يجب ان لا يؤخذ اي دواء او فيتامين الا بناء على توصية طبية ومن طبيب. المتممات الغذائية اللي هي الفيتامينات وإلى آخره، كمان دائما الزايد أخو الناقص، حتى بالمثل الشعبي صحيح. الطبيعي الزايد أخو الناقص. أنا ما لازم أعطي كميات من الفيتامينات إلى الجسم هو ليس بحاجة إلى، من قبل شوي كنا نقول مشان ما يتعود على أن يأتيه المخزون من الخارج وبالتالي يصبح في كساد بتصنيع هذا الفيتامين، لأنه كل شيء في الجسم ربنا عامل في حكمة كتير كبير له، وفي يعني أنه الجسم هو نفسه يصنع كل شيء، لكن لما يصير في عندنا خلل نحن منساعد من خلال كأطباء بوصف هذا الدواء، لكن لا يجوز أن يكون هو دائما أن نأخذ أو نتلقى الدواء من الخارج وخاصة بشكل عشوائي. وفي بعض الأدوية وفي بعض المتممات تعمل تسممات، يعني إذا أنا أخذتها بطريقة غير صحيحة أو عملت لها تراكم. نعم. لأنه ما بصير أنا راكم مواد أنا كجسم ما بحاجتها، فإن نحن قدام حالتين، إما الجسم راح يشتغل من خلال تصفيه بتصفيه الدم والى اخره حتى يكب هذا الدواء خارج الجسم وبالتالي انا اخذته وكبيته من جهه، او تراكم وعمل حالات سميه ضمن الجسم.
خلينا نحكي ايضا عن مضاعفات فقر الدم في الجسم، قديش المضاعفات فقر الدم شو هي؟ احيانا في اعراض ممكن يحسها المريض قبل ما يلجا للطبيب، مثل الدوخه، مثل الخمول يلي بالجسم، وفي شغلات ايضا ثانيه ممكن ما تكون فقر دم، ممكن يكون شن الاذن، فقديش مهم انه يلجا للطبيب ليشوف المضاعفات السايره معه. صديقتي في عندنا مشكله لازم نفهمها، إذا قدرنا نفهم مكنونتها نحن نقدر نفهم المرض وبالتالي لوين نحن منروح. الخضاب هو حالة مهمة. ليش؟ مو لأنه بس خضاب حالة مهمة، هو اللي بيرتبط بالأكسجين. نعم، يعني هو كل زرعة خضاب ترتقي بأكسجين. الأكسجين وبالتالي لما بيجي على القلب بيوزعه باتجاه الجسم حتى يغذي الجسم. الأكسجين هي طاقة الجسم، الأكسجين هي الطاقة، هي الإنرجي تبع الجسم وبتعطيه الحركة وبتعطيه القوة إلى آخره. طيب الخضاب هي عم تنقل الأكسجين، لما بصير في عندنا خلل بهي المنطقة، إذا صار في عندنا خلل بالقادم من الأكسجين المرتبط معه والذي يوزع إلى كل أنحاء الجسم. هون تبدأ عملية بقى الخلل. وين في إشكالية معينة ممكن نحن الأكسجين ما عم يوصل له؟ نعم، عملية الخمول، لأنه أساساً على الدماغ ما عاد يوصل كمية أكسجين كافية، بتلاقي الواحد فيه خمول. منلاقي في حالة تعب لأنه الشغل بده طاقة والطاقة غير موجودة. طيب ليكو في دم ماشي حاله، بس أوكي ما في أكسجين كافي، ما بالتالي. إذن نحن اللي بدنا نقوله الأعراض اللي بتظهر على المريض، طبعاً في بعض منهم بهر شعره. صح. طبعاً أكيد، لأنه له علاقة كمان ب موضوع الشعر وتغذية بصلة الشعرة، وبصير في ضعف ما في حد تغذية. إذا ما بصير يكون في علاج للحالة الظاهرة، يجب أن يكون العلاج للحالة الأساسية. يعني أنا ما بعالج هر الشعر إنه والله بعطيه مقويات، وهذا كتير بيصير. نعم، واحد معه فقر دم مانو عرفان مانو حاسس، شعره عم يهر، شعره عم يهر، بيروح لعند طبيب جلدية بصير يعطيه مقويات. ليش؟ يعني إذا ما كان في انتباه لحالة إنه شو السبب الأساسي لمثلا هر الشعر. ليش أنا دائما يا دكتور بضل نعسان، دائما تعبان، بيخفق قلبي بسرعة، دائما تلاقي قلبي عم يخفق، دايخ أنا. طيب هذا الحكي كمان ما لازم أنا فقط دغري أخذه لقيت في عنده فقر دم، مو شرط دائما يكون فقر الدم هو السبب، ممكن يكون في سبب مرافق. صحيح. ممكن يكون في عنده مشكلة بعيونه، ممكن يكون في عنده مشكلة بأدانه، وبالتالي يجب أن نبحث. إذا كان طبعا حسينا بدوخة أو وجع رأس أو صداع، الاثنين بيعملوا، فنحن إذا شفنا شغلة ما لازم نوقف عند هاي الشغلة بس ونعالجها، لازم ننتبه أنه ممكن يكون في أكثر من مسبب. وللأسف بهذا الوقت يعني في عندنا أسباب كثيرة بتعملنا صداع، أسباب كثيرة بتعملنا خمول، أسباب كثيرة بتعملنا تعب ووهن عام إلى آخره. فيجب أن يكون هناك انتباه إلى أنه ممكن أن يكون في أكثر من سبب لهذا المجال، لهذا التعب الموجود عند المريض. ليس يعني إذا اكتشفنا شغلة مو معناته أنه ما عنده شيء ثاني، بما معناه أنه نحن بيجينا مريض منعالجه منلاقي أنه شكنا لقينا فقر دم، في عنده شحوب واضح، أوكي فقر دم عملنا له عطيناه حديد، بعد شوي منلاقي ما عم يتحسن. طيب دور انه ممكن يكون في عندنا يا دكتور دائما عم دوخ، طيب ممكن ان يكون في عندي مشكله بالبصر بالعين. نعم. دكتور يعني الاسباب كثيره لموضوع فقر الدم، خلينا نحكي بالوقت المتبقي نصائح اخيره من حضرتك، يمكن سلوكيات غذائيه نحن بنتبعها مثل شرب كاسه الشاي بعد الغداء فورا، يمكن اذا اخذين حديد يمكن بيقولوا بيسحب كل الحديد الشاي، بدنا نعرف دقه هاي المعلومه ومدى صحتها، ونصائح اخيره. طبعا في ظلم شوي للشاي بهالطريقه. ما انت بتحب الشاي دكتور؟ لا انا على فكره لا احب شيء الا خلي لي اياك. لا المشكله طبعا لا شك انه موضوع شرب السوائل او شرب الشاي يفضل انه ما يكون مباشره بعد الوجبه، يعني ناخر شوي دائما حتى اولا ما يصير في عندنا حاله ارتباك معوي. دكتور قديش ناخر؟ لانه احنا بسوريا كاسه الشاي بعد الغداء الكل عنده اياها هيك قاعده اساسيه. بعد الفول، بعد الفول كمان. صحيح. انا بالنسبه لي شربي شاي ما في مشكله. شفتي؟ لكن يعني انا يفضل دائما حقيقه
انه نحن ما يصير في مباشره بعده يعني نص ساعه او ساعه معلش على الاقل يصير في عندنا حاله هضم للماده اللي دخلت على جسمنا. بيكون افضل بكثير ما يكون هو شيء على شيء، تركيب شيء على شيء. فهذا الحكي في الدرجه الاولى. الدرجه الثانيه فيما يتعلق بالنصائح بلشنا فيها في البدايه، بنقول هو التنوع الغذائي. التنوع مهم جدا يعني كثير في ناس بيقول لك انا نباتي، وبالتالي نحن نباتيين بنروح بيجوا لعنا بنلاقيهم في عندهم مشاكل كثيره بموضوع الدم، في حاله التعب. يعني لها علاقه دكتور النباتي بفقر الدم؟ لا ولا ممكن ياخذ عدس مثل ما حكيت؟ تمام، يعني هو البروتين الخضره بتلاقي دائما مركزين على الخضريات الى اخره، لكن في عندك بدائل حكيناها قبل شوي انه انت ما تجاوزتي الحاله اللي انت فيها، لكن في عندك بدائل. يعني في ناس وخاصة السيدات والصبايا دائما بدوروا على موضوع الرجيم والدايت، وهذا معلش انا خليني اعرج بعجالي عليها لانه كثير مهمه. في عندنا خطا شائع كثير انه انا بدي اعمل دايت، الدايت بيفكروا انه هو انا اخفف اكل او بعد عن الاكل او اني ما اكل. والله يا دكتور انا ما باكل غير قطعه مره واحده بالنهار بس ما عم زيد، ما عم ينقص وزني، شو اعمل؟ طيب اكثر من هيك شو بدي اقعد؟ الموضوع ليس بموضوع قديش خففت ولا ما خففت، وهو خطا قاتل، لانه الرجيم هو ما لازم انا اسلي الجسم واضعفه للجسم اني انا امنع التغذيه عليه، وانما اعرف شو بدي اكل. كمية. هي نوعيه الحريرات، الحريرات بالجسم بالاطعمه وليس كميه الطعام. انا ممكن اكل زبديه صغيره هيك فيها حريرات اكثر بكثير ما اكل صحن كبير لكن حريراته قليله. اذا الرجيم اللي هو بيضعف الجسم، وغالب اللي بيعملوا رجيمات بتلاقيهم بيجوا بفقر دم وبحاله تعب وبحاله غزال، ان عم ينزلوا جسمهم لكن عم يضعفوا. فبالتالي التاكيد بشكل مباشر على نوعيه الطعام وكميه الحريرات الموجوده وليس على الكميات الكبيره ولا قليله او مره واحده. وبالعكس هو بالرجيم نحن بنوصي انه كل ثلاث وجبات، مو وجبه واحده، ثلاث وجبات لكن كلها بقدر معقول وبقدر مدروس وليس بالطريقه للاسف العشوائيه اللي هلا عم نشوفها. دكتور بهي النصائح بنختم مع حضرتك، بنتشكرك الدكتور بهجت عكروشة اخصائي في طب الحوادث والاسعاف، شكرا لك. شكرا لكم. رمضان كريم دكتور بهجت، نتشكر وجودك معنا، وايضا بدنا نشدد على الاغذيه اللي حضرتك حكيتها لكل اللي عم بيتابعنا وشوي نخفف دواء. شكرا لك.